الفاكتور الثاني اللي بيأثر عندنا في شكل السبيكتروم بتاع الاكس رايز هو الكيلو فولت بيك. الكيلو فولت بيك هو عباره عن الفولتج اللي بتوين الكاثود والتارجت، وده اللي بيحدد لنا الانرجي بتاعت البروجكتايل الكترونز. كل طبعا ما الانرجي بتاعت البروجكتايل الكترونز كل ما زادت، كل ما الانتر اكشن احتماليته تبقى اعلى، كل ما كان برضو الانرجي بتاعت الاكس راي طالعه ممكن يبقى الانرجي بتاعتها تبقى اكبر. يعني من الكيرفز الموجود عندنا هنا دي، يعني لقينا اكسبيرمنتالي ان احنا عندنا كل ما الانرجي زادت كل ما الاريا اندر ذا كيرف، يعني لما بزود الكيلو فولت بيك الاريا اندر الكيرف بتاع الكيلو فولت بيك اللي هو بتاع السبيكتروم بتزيد تقريبا المربع بتاع الفاكتور بتاع زياده الكيلو فولت بيك. يعني فرضا هنا طبعا ارقام شكلها ممكن ما تكونش واضحه قوي، لو احنا مثلا فرضا دي عندنا 50 كيلو فولت بيك غيرناها خليناها 100 كيلو فولت بيك، كده احنا ضعفنا الكيلو فولت بيك. الاريا اندر ال 100 كيلو فولت بيك هنلاقيها اربع مرات الاريا اندر ال 50 كيلو فولت بيك. يعني بمعنى الاكس راي كوانتيتي او الاريا اندر الكيرف نفسه اللي بتحدد لنا عدد الاكس راي فوتونز بتزيد بالسكوير بتاع الفاكتور بتاع زياده الكيلو فولت بيك. الحاجه الثانيه ان احنا بيسكلي الماكسيمم انرجي بتاعتنا بيسكلي بتتغير برضو، بدل ما كان الماكسيمم هو اللي مقابل لمثلا 72 كيلو فولت بيك، لا دلوقتي بقى عندنا الاكس راي فوتونز او البروجكتايل الكترونز بقى عندها طاقه اكبر. فلما تفقد الطاقه بتاعتها كلها هتبقى اكيد في انرجي اعلى من الانرجي اللي كانت موجوده عند كيلو فولت بيك اقل، وبالتالي بيحصل عندنا هنا دلوقتي زياده في حاجتين، زياده في الكوانتيتي بمقدار مربع زياده الكيلو فولت بيك، وزياده طرديه في الكواليتي بتاعت الاكس راي سبيكتروم، علشان بيسكلي بيحصل شيفت للاكس راي سبيكتروم ناحيه اليمين، وبالتالي بيبقى في عندنا هاير انرجي يعني فوتونز اكس راي فوتونز بقت موجوده عندنا. اوكي، فبالتالي احنا بنتكلم على الكيلو فولت بيك بيغير لنا الاثنين، بيغير لنا الكوانتيتي والكواليتي. في الدايجنوستيك رينج اكشوالي هنلاقي ان احنا لو احنا عملنا 15% انكريز في الكيلو فولت بيك احنا بيسكلي اكننا بنعمل دبلنج للملي امبير سكند. يعني ال 15% دي الحقيقه لما نشوف ان احنا يعني ممكن نغير بس الكيلو فولت بيك نعليها ب 15%، ويبقى في الاخر لما بنعمل دبلنج للملي امبير سكند احنا بيسكلي عملنا دبلنج لعدد الاكس راي فوتونز. نقدر نوصل لنفس الحاجه بان احنا نعمل الكلام ده بزياده الكيلو فولت بيك ب 15% بس.